تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وأولها التطرف السياسي كان محور أشغال ندوة دولية احتضنها قصر الأمم بالجزائر العاصمة. عبد القادر مساهل شدد على أن القضاء على الإرهاب في الجزائر يشكل أولوية، وهذا بالعمل على تطوير الخطاب المناهض للعنف. L'élimination totale du terrorisme reste une priorité, une préoccupation de tous les jours. Des succès significatifs sont réellement enregistrés dans ce cadre. Néanmoins, des manifestations sporadiques de la violence terroriste persistent, comme le rappelle dramatiquement Tigan Durin, ou celle commise il y a quelques jours à peine à Sourlah dans la wilaya de Ain Dhifla. وفي الجانب الديني تتجه الجزائر نحو إنشاء مرصد وطني مكلف بمكافحة التشدد الديني، وهذا لمراقبة الخطاب المنتج في دور العبادة. également procéder à la réorganisation de l'institution de la fatwa ainsi que la création prochainement d'un observatoire national de lutte contre l'extrémisme religieux ainsi qu'une académie. وتعتبر عملية استئصال ظاهرة التطرف ومكافحته في العالم إجراء عمليا يحتاج للمزيد من الميكانيزمات المعرفية بعيدا عن الحل العسكري الذي تنتهجه غالبية الدول المشاركة في الحرب ضد الإرهاب. أعتقد كذلك بأننا أمام مجموعة من التحديات الأمنية، الخطر الصفري يبقى ضئيل بالنسبة حتى بالنسبة للدول الكبيرة. لاحظ الولايات المتحدة الأمريكية مست في قلب أمنها الوطني، سواء بضرب البرجين توأمين أو فيما يتعلق بحتى ضرب البنتاغون. إذا نعتقد بأننا في مكافحة الإرهاب يبقى الخطر صفر، مستحيل في هذه الظاهرة. ندوة اليوم تأتي امتدادا للمبادرات المعلن عنها خلال قمة البيت الأبيض المنعقدة في فيفر الفارط بواشنطن، كما ستساهم الاقتراحات المطروحة في هذه القمة لإثراء الندوة المقبلة حول التطرف العنيف التي ستعقد خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة والمقررة في سبتمبر المقبل في نيويورك.